المؤلف رحمه الله بقوله لكن نفي الأولى هي الأولى. قال من حروف العطف لكن أو لكن نفيا، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، أو لكن نفيا أو نهيا، لا تكرم زيدا لكن عمرو، أنا أقولي أو لكن نفيا أو نهيا. ويشترط مع ذلك أن لا يسبقها مثبت، لا تقول العرب جاء زيد لكن عمرو لا يقال، تقول جاء زيد لكن عمرو لم يجي فتكون ابتدائية ولا تكون عاطفة، يكون ما بعدها جملة. يشترط أن لا يسبقها مثبت، ويشترط أن لا يقع الواو، ويشترط أن لا يأتي بعدها جملة، ثلاثة شروط. لكن تكون عاطفة بهذه الشروط الثلاثة، أن لا يسبقها مثبت، وأن لا يدخل عليها حرف عطف، وأن لا يأتي بعدها جملة. واضح؟ فلا تقول جاء زيد لكن عمرو لا يقال هذا، ولا تقول ما جاء زيد ولكن عمرو، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف عطف. واضح؟ وكذلك لا تقول جاء زيد ولكن عمرو لم يجي، لم تعد عاطفة، صارت ابتدائية دخل على جملة. ومنها قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، التقدير ولكن كان رسول الله، وليس عاطفة هنا، لا عاطفين بالواو لا يختلفان نفيا وإثباتا، المتعاطفين بالواو لا بد أن يكون حكمهما واحدا، إما نفي وإما إثبات. ما كان محمد أبا أحد من رجال، هذا نفي، قال ولكن رسول الله هذا إثبات، التقدير ولكن كان رسول الله، وهنا كان ابتدائية وليس عاطفة. العطف لماذا هنا؟ كيف؟ العطف لماذا هنا؟ العطف لكن، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، هي معروف العطف بها لفظي، العطف بها لفظي، العطف بلكن لفظي، لأن ما بعدها يخالف ما قبلها في المعنى. ما جاء زيد لكن عمرو، واحد جاء واحد لم يأتي، واضح؟ لكن العطف بها لفظي، نعم. نعم؟ أين هو؟ ولكن كان رسول الله، هذه صارت ابتدائية دخل على جملة، قل لا بد أن يأتي بعدها مفرد لا جملة، إن جاء بعدها جملة فهي ابتدائية. واضح؟ وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلما كن في مربع بلتيها، قال بل مثل لكن بعد مصحوبيها، وهما النفي والنهي، ولكن نفيا ونهيا، تقول ما جاء زيد، ما جاء زيد بل عمرو، وتقول لا تكرم زيدا بل عمرا، مصحوبا لكن هما النفي والنهي، قالوا أولي لكن نفيا ونهيا، ثم قالوا بلك لكن بعد مصحوبه لم أكن في مربع، لم أكن في داية ربيع، وإنما أنا في صحراء تيهاء. نعم. ونقول في هذه الثاني حكم الأول الخبر المثبت والتمريض، إذا كان في صيغ الخبر أو الأمر اجعلها دالة على إضرابه، ننقل الحكم عما قبلها إلى ما بعدها، فتقول جاء زيد بل عمرو، ثالث زيدا مسكوتا عنه، لا تريد إثبات شيء له، لا مجيء ولا عدا ولا غيره. أنا فقط وانقل في الخبر والأمر الجلي، تقول أكرم زيدا بل عمرا، ثالث زيدا مسكوتا عنه، إن أكرمه لم يكن بأمريكا. وانقل بهذه الثانية حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، قال وإن على ضمير رفع المتصل عرفت تفسير ضمير المنفصل. إذا عطفت على ضمير رفع متصل اسما ظاهرا، عليك أن تؤكده بضمير منفصل وتأتي بفاصل، فتقول حضرت أنا ومحمود، ولا تقول حضرت ومحمود، يترجح النصب هنا، تقول حضرت ومحمودا فتنصب على أنه مفعول معه. أظهر؟ فإن قويته لا بأس، تقول حضرت أنا ومحمود، أو تفصل تقول حضرت يوم الجمعة ومحمود، أنا أقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل، إما بين العاطف يدخلونها ومن صلح، بين العاطف والمعطوف عليه يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، ولا جنات أو جنات عدن يدخلونها ومن صلح، ومن صلح من معطوف على الواو يدخلونها، وليس هو ذلك الفاصل بين العاطف وهو الواو والمعطوف عليه وهو الواو العطف، يدخلونها ومصها دخلت بين الواو العطف والواو الضمير المعطوف عليه. واضح؟ فعل، وقول لقوا قصف الهاء، الهاء مفعول به، او
بين العاطفي أو بين العاطفي والمعطوفي، سيقول لن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا آباؤنا، لا دخلت بين المعطوفي وهو آباؤنا وبين العاطفي وهو الواو، والآباؤنا معطوفة على النون فينا على نافعل هل نقوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل إما اجتمع في قول الله عز وجل. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فصل بضم المنفصل وفصل بلا بين المعطوف والعاطف. أها أنا أقوله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبلا فصل يريد في النظم فاشيا ومع ذلك هو ضعيف. قال الجرير رحمه الله تعالى ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ما لم يكن وأب له، أب عطفها على المستكن في يكن. قال عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى قال قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كان عاجل فلا تعسفنا رملا، قلت إذا أقبلت وزهر، زهر معطوفة على المستكن في أقبلت. سمع السيبويه من العرب مررت برجل سواء والعدم في هذا أنا أقوله وليس العدم هو سواء اسم فاعل كان بمعنى مستوي، اسم الفاعل يستكن في ضمير، اسم الفاعل يرفع ظاهر الضمير تقول زيد قادم أي هو أو قادم أبوه ومر بك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله أنا أقوله وبلا فصل يلد في النظم فاشل أقرأ وعد خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل إذا عطفت على ضمير الجر أعد الجار تقول مررت بك وبخالد، لا تقول مررت بك وخالد، إن أسقطت الجار ترجح النصب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مفعول معه. واضح؟ قال في القرآن الكريم فقال لها وللأرضي تيا وللأرضي عاد الجار وهو اللام وعليها وعلى الفلك عاد على نعبد إلهك وإله آبائك عاد الخافض وهو إله. قال ابن مالك وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنهي الصحيح مثبتا، قرئ في القرآن الكريم واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام، سمع من كلام العرب ما فيها غيره وناقته وغير ناقته جر دون إعادة الجار. فالآن أو في اليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي جر دون إعادة الجار.